السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة تانية معاكم في معرض الربيع، معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان بالجيزة. دي بوابات متزينة بأحواض زرع، ودي مجاميع زرع برضو متدرجة الألوان والأشكال. انا شايفه الحمد لله في اقبال جامد برضو على المعرض، وفي جنسيات متعدده مش مصريين بس. في النخله دي كرومب الكذاب او كرومب ديكور، واحدة بخمسة جنيه. تشكيلات متعددة وألوان متنوعة وأحجام كتيرة. أنا واقفة في كمية روايح مختلفة جميلة جدا. بحاول اصور اكبر قدر من المعرض عشان تستمتعوا. بصراحة انا مش عايزة امشي، يعني ممكن اجي مرة واثنين وثلاثة. انا جيت قبل ما اصور مرتين ثلاثة. استكشفت المكان واستمتعت وسألت واشتريت، المرة دي هنصور. دي كلها نباتات ظل او نباتات داخلية. الممر ده وجماله،
ألوان مختلفة من الورود، حاجة تهدي الأعصاب. يعني الواحد لو عنده كمية مشاكل قد ما يكون، مجرد يبقى عنده حديقة ولو صغيرة كده يقعد فيها ساعة يفضي الطاقة السلبية وياخد طاقة إيجابية ويبقى هادي ومستمتع. هنا بقى تشكيلات وتنوعات من الورود بألوانها، بحاول اصور اكبر قدر. مش ممكن كمية الروائح الهائلة تجنن. ده في لمعة جميلة، مش عارفة إذا كانت باينة في الكاميرا ولا لأ. اللي بيلمع ده اسمه كازلينا وبعشرين جنيه الواحدة، بس منظر حلو قوي قوي. Thank you.
فرصة أصور لكم أشجار المانجا بأنواعها. دي مانجو كيك، وفي هنا مانجو زبدية اللي جوا دي، وفي هنا قوس سكري. دي برضو دي شجرة مانجا، بس مش كمان دي على أصل سكري من طعمه. ودي الفونسا على أصل سكري برضو من طعمه. ودي ناوني على أصل سكري. ودي مانجا هندي. دي أشجار المانجا بأنواعها. في هنا كمان البرتقال، برتقال صيفي، برتقال بصلرة، ولوس مصري، وفي جميز، وفي قشطة. خلي فلوسهم خالص ولا غير واحد. ودي البامبوزيا، ودي أبنية. هنا الأشجار، ده الموز، ده خوخ فلوريدا. ده التين، ده تين برشومي، وده مشمش كانينو، وده مشمش حموي، وده الرمان، وده يوسف الصيني، وده التفاح، تبقى عاملة كده. دي الشجرة بتاعتي، وده برقوق أصفر، ودي بشملة، ده ورق بتاعها، ودي الكاكا، ده شكل الورق بتاعها، ده ليمون، ليمون حلو. دي برضه أشجار ليمون بيرسي. ده توت عماني. طبعا ورقة التوت معروفة. وده نبع عماني، وده برقوق هوليود، وده عنب، ده أفوكادو، شجرة الليمون البرسي الكبيرة،
والليمون الحلو برضو الكبيرة ما شاء الله، شوفين طولها دي ب100 والصغيرة ب75. وفي هنا كمان ليمون بنزهير، ليمون أضاليا، هالي وصفي، ده الموز، حاولت اصور لكم الورود والاشجار وقدرت الاثار اللي قدرت اجيبها. قلتها لكم طبعا في اقبال جامد ما شاء الله على المعرض، ومعظم اللي موجود فيه شباب، وده شيء جميل ان الشباب بدا يهتم بالمزروعات والزراعه وعارف قيمتها. لو انتوا سامعين الساعة دي ساعة جامعة القاهرة، لان حديقة الأرمان امام جامعة القاهرة وامام حديقة الحيوان بالجيزة. العنوان سهل وما يتوهش، ياريت كل اللي موجودين في القاهرة والجيزة يجوا يشتروا الزرع بتاعهم من المعرض. وزي ما قلنا مست المعرض ان في معروضات كتيرة قوي واسعار كتيرة، فانت تقدر تختاري اللي يناسبك او يناسبك. واللي عنده جنينة ممكن يجي يشكلها مجموعة اشجار وزهور ويعمل بساط وتجهيزات الحدائق برضو من هنا. دي البذور، دي بذور شبت وبامية وملوخية، الكيس ب10 جنيه. في كرومب وفي شبت وفي أرنبيط، وفي هنا مبيدات للنمل والحشرات الصيفية. هناخد عنوان وإن شاء الله ننزله لكم.
من أجانب تاني. مش ممكن على ريحة رائعة. الشجرة دي اسمها أمس واليوم وغدا، يعني النهاردة الوردة بيبقى لها لون، امبارح كان لون، النهاردة لون، وبكرة لون تاني. هندخل بقى على نباتات البونسي والعشق كله والجمال والفن، فن راقي. منتهى الجمال والرقي، فن في منتهى الإبداع. نقرب عشان نستمتع مع بعض. دي ب400، اعتقد انه مسار واحد. دي ب400، الكبيرة دي ب2000. دول ب400، دول ب350، اللي ورا دي ب450، بصوا بقى الجمال والروعة. دي ب800، والحمرة دي ب600. دي ب800، الزرقاء، الأورانج ب800، دي ب600. ما تستغلوش يا جماعة الحاجات دي، لأن هو فن راقي جدا و
يعني فن تقزيم الأشجار ده مش سهل. يعني تخيلوا انك تحجم حجم شجرة كده لمدة سنين ما تكبرش. دول 120، دول 170، وان حلو قوي. صراحة دي مش مكتوب عليها سعر. دول 90 جنيه، ودول برضو كلهم 90 جنيه. دول 150. انا هرجع بقى للجنسي وجماله. الياسمين مال المكان بطريقة رهيبة. دي كانت جولتنا في معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان السنة دي. كل سنة وانتم طيبين. هو ممتد ل3/5 ان شاء الله. حابب يحب يزوره ياريت يشارك. ودي كانت جولتنا عبر الكاميرا في معرض الأورمان. يا رب تكونوا استمتعتوا بيه واستفدتوا زي ما انا استمتعت واستفدت. والى لقاء في فيديو اخر. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس ممكن